السلام عليكم. دلوقتي لو انا عايز اطبع اي حاجه بقول له سي، وروح كاتب الكلمه اللي انا عايزها تظهر للمستخدم، وليكن مثلا هلو. بس انا عايز هلو وورلد تبقى دي في سطر ودي في سطر، فهاجي هنا واقول له زايد ان ال نيو لاين، وبعد كده هقول له اطبع لي بقى حاجه جديده اللي هي وورلد. وتقدر تشوفها في الدوس بالشكل دوت، لا ده في سطر ده سطر، او تشوفها هنا في الجي يو اي جرافيك يوزر انترفيس. طيب لو انا عايز يبقى في مسافه بس بين الاثنين، كان انا دوست تاب، فهقول له اطبع لي هلو ورلد، واقول له دي هلو، وبعد كده هقول له علامه زائد تاب زائد، وابدا اكتب الكلمه الثانيه اللي هي ورلد. تمام، واقول له رن. تمام. طيب عايز ازود المسافه، هنسخ ديت واحطها هنا. تمام. او ممكن اعمل حاجه تانية، ان انا اعرف التاب ديت كمتغير. تمام، يعني هقول له تاب دوت ده متغير بيساوي كاركتر، وكل حاجة كل حرف موجود بيقابله رقم، يعني الاي مثلا بيقابله كاركتر 65. تمام، فهنا هقول له مثلا ده كاركتر 9، يبقى يعرف ان ده التاب زائد كاركتر 9، فيكرر التاب مرتين. تمام، هقول له ده كاركتر 9 زائد كاركتر 9، يعني لما اكتب لك تاب اعتبرها 2 تاب. تمام، شغل. هنا ما بقتش دي التاب العادية، لا ده بقى 2 تاب. طيب ممكن انسخ دي كده كوبي اخليهم 3 تاب، واقول له شغل، تلاقي المسافة اتحركت، بقى هنا في 3 تاب بين الهلو وبين الورلد. تمام. طيب لو حبينا دلوقتي ان احنا نعمل حاجة جديدة، وليكن مثلا ان انا عايز اقول له عايز اطبعها كذا مرة بقى. عايز اطبع مثلا من 1 ل 10 مثلا، خليها 10، اقول له 4. تمام، اكس الاكس دي هتساوي من 1 تو 10. تمام، بسيطة جدا، يعني كلام منطقي. نيكست، هو يعمل ايه؟ هيفضل يعمل الاكس بيساوي 1، وبعد كده يروح للنكست فياخد الرقم اللي بعديه، بعد كده ياخد الرقم اللي بعديه، ياخد الرقم اللي بعديه. طيب عشان نشوف الكلام دوت، هاجي هنا اقول له انا عايز اشوف الاكس. تمام، طيب تعالى نجرب. في مشكله، هنا الاكس المفروض اكس بتساوي، دوسنا على علامه تانية. تمام، اكس بتساوي، واشغل 1 2 3 4 5 6. طيب بفرض ان هو ما جابهمش كل واحده في سطر، تمام، ممكن تستعين بحاجه اللي هي ايه، زائد ان اللي احنا كنا لسه قايلينها من شويه. تمام، عملنا كل واحده في سطر وساب سطر، سطر وساب سطر. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ طيب دلوقتي خلينا نعمل ملف تكست. طيب عايز اكتب انا حاجه في الملف تكست دوت، يعني هعمل بس متغير كده اسمه اكس واي زد، اكس واي زد ده هحط فيه القيمه بتاعتي اللي انا عايزها، وليكن مثلا هلو ورلد. تمام، وبعد كده هقول له اعمل لي ايه، اعمل لي ملف رايت ملف رايت اعمل لي ملف تكست، فهحطها بين قوسين، ده اسم الملف اللي هو هيبقى اسمه اكس واي زد دوت تي اكس تي. تمام، طيب هحط فيه قيمه ايه، هحط فيه قيمه الاكس واي زد، اكس واي زد. تمام، طيب خلينا نجرب. طب نفتح الاول الفولدر، مفيش هنا ملف اسمه اكس واي زد، نيجي هنا ونشغل. تمام، تعالى نرجع هنا
اهو كانش موجود واتعمل في ثانيه. تمام. طيب انا دلوقتي عايز اشوف الاول ما يعمل الملف ده يفتحه لي، فهلجأ لمتغير، هلجأ لفانكشن اسمها سيستم، دي بقدر من خلالها هتعامل مع الويندوز. وليكن مثلا هقول له افتح لي النوت بيت بين علامتين تنصيص، هقول له نوت باد تفتح الملف اللي اسمه xyz.txt، لان هو معاه في نفس الفولدر فما اضطرتش ان اكتب المسار، انما لو مش معاه هضطر ان انا اكتب المسار اللي وصل ليه، انما هما الاتنين في نفس الفولدر. فاقول له شغل، فيبدا يعمل المتغير ويبدا يحطه ويبدا يفتح الملف اهوت هلو وورلد. طيب خلينا نحط الاتنين دول كده، الجمله دي في علامه العلامه ديت، تمام، بحيث ان احنا نعرف ان دي ده كومنت. تمام. طيب بعد كده خلينا نتعرف على قاعده اف. قاعده اف عباره عن ايه؟ لو الحاجه اتحققت يظهر لي رساله، لو حاجه تانية اتحققت يظهر لي رساله تانية، او اديني حاجه اكشن معين. يعني لو التليفون رن رد، لو التليفون ما رنش ما تردش، حاجه زي كده. تمام. فهديله متغير مثلا واسميه مثلا المتغير ده 13، اكس بيساوي 13. تمام. او هو الراجل بيديني، يعني المستخدم نفسه اول ما شغل البرنامج بيبدا ياخد يديني الحاجه ديت. تمام. خلينا نقول له جيف اكس، جيف اكس. تمام. يعني لما شغل الراجل نفسه هيكتب لي. طيب لو اكس ديت هتساوي 5، يعني هنفترض مع بعض ان اكس دي بتساوي 5. تمام. يبقى ساعتها اطبع لي برنت، او بدل برنت اعمل علامه استفهام اسهل، نطبع جمله مثلا فايف مثلا. تمام. طيب بعد كده ممكن اقول له ايه؟ اوكي. يعني هو عباره عن حاجه واحده بس، ان لو الاكس بتساوي 5 اتبع 5، لو ما بتساويش 5 مش هتبع حاجه. يعني لو جينا نشغل كده، تمام، هو مستني ان انا اديله قيمه، اديته مثلا قيمه 5 طبعا لانها 5. طيب لو انا عايز احط حاجه تانية هقول له مثلا إلس، يعني لو مش 5 تمام اطبع لي رساله مثلا نوت نمبر مثلا. تمام. طيب هشغل وابدا اديله مثلا قيمه تانية وليكن مثلا 6 نوت نمبر. طيب لو انا عايز يبقى فيه ارقام تانية ممكن اقول له بط اكس، يعني اكس مش بيساوي 5 بس ممكن تكون مش بتساوي 6. تمام. برنت طيب ممكن نقول له بط تاني، لو الاكس بتساوي 7 تمام يبقى اطبع لي 0. هو دلوقتي مستني من المتغير، خليني اقول له 7، خلاص خد المتغير. طب لو انا قلت له شغل تاني ونديله مثلا اي رقم تاني مثلا 9 نوت نمبر، تمام، فهو كده شغال معاك. في بقى ان انت ممكن بدل ما تستخدم بط تبدا تستخدم إلس إف. تمام. على اساس ان في بعض الناس مستخدمينها في بعض اللغات، يعني هتقول له إلس إف مفيش مشكله هيقبلها. إلس إف اهو. إلس إف. تمام. دي تغني عن اللي فوق ديت، تقدر دول كلهم تحطهم في قلب اللي فوق. ماشي. تمام. طيب كده هديله مثلا في سطر كده غلط هنا،
خلي ده ممكن else if. طيب خلينا نقول ان دوت دوت في غلطة هنا معرفش في اثناء النسخ اكس هتساوي ممكن انا اكون خدتش بالي وانا بعمل مساحة الكلمة دي فهي دي اللي عملت مشكلة. ان ارس اف لازم يكون في قيمة بعدها على طول بتساوي مثلا اكس بيساوي 7. لو احنا بقى افترضنا دلوقتي ان دي بتساوي 7 هيديني القيمة، فسواء دي أو دي اللي أنت مستريح له اشتغل بيها مفيش مشكلة. تمام؟ طيب ممكن بعد كده أجي أستخدم قاعدة فور. إيه قاعدة فور؟ يعني من كذا لكذا ابدأ نفذ الأمر ده، مثلا فور إكس بتساوي 1 تو 10 اطبع قيمة الإكس. تمام، بعد كده هقول له نيكست، روح للي بعده روح للي بعده روح للي بعده. طيب ممكن اقول له نيكست 2، يعني ما تمشيش واحد واحد، لا امشي 2 3 زي ما انت عايز، يعني بتبدأ تتدخل مثلا من 1 ل 100 وامشي باربع خطوات، يبقى 1 5 9 هكذا. نيكست دي ستيب. واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة وهكذا. ممكن اعكسها اقول له مثلا فور من 10 لواحد نيكست سالب 1، يبقى هو كده هيمشي عكسي من 10 لـ1، من 10 لـ9 لـ8 لـ7 لحد مثلا 1.